السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء هذا راح نناقش موضوع مركز الدوران تبع أي جسم تبعي. في الغالب لو بدي أجي أجيب صندوق هنا، ما في عندي صندوق. الصندوق هذا المركز الدوران تبعه أو مركز الثقل اللي عندي في النص، حسب ما أنا شايف نص الأسهم. فلو أجيت أعمل دوران، طبعا في التحريك ما بأثرش كتير، لكن وين بأثر؟ في الدوران. الآن لو جيت أعمل دوران على أي محور راح ألاقي إنه البوكس تبعي بدور من النص. طيب أحيانا بتكون هذه فكرة ممتازة وهذا هو المطلوب عندي، لكن بعض الأحيان بكونش هذا هو المطلوب. هو إيش المطلوب؟ مثلا أنا بدي أعمل دوران من المنطقة هذه، كأني أنا ماسكه من المنطقة دي وبلف. لو رحت على باب الخزانة، الأمثلة اللي أخذناها قبل هيك، باب الخزانة بنفعش يلف، أو باب الأوضة أو أي باب بنفعش يلف من النص زي هيك. ها من وين بده يلف؟ لازم من عند منطقة الرزات، من الحز، من المنطقة هان. طيب عشان أتحكم في مركز الدوران في عندي لازم أتأكد أول شيء إن اللغة اللي أنا بشتغل عليها لغة الجهاز هي اللغة الإنجليزية. إذا العربي مش راح يشتغل معك، يعني لو كان أنت بالغلط اللغة اللي عندك عربي، محول عربي مش راح يشتغل، فحول إنجليزي. راح نضغط على حرف الدي وأسيب. أنا ضغطت ضغطة واحدة على حرف الدي، ايش لقيته؟ تغير الاسهم. لو ضغطت كمان مره على حرف الدي رجع الوضع على ما هو عليه. طيب الان لو ضغطت على حرف الدي انا في وضع تغيير مركز الدوران، انا هيك في وضعيه تغيير مركز الدوران. فانا ممكن بكل بساطه امسك السهم من الراس، محدش يمسك من النص، راح تصير عندكم اشكاليات. امسك من السهم وزيحه زي هيك، واضغط حرف الدي كمان مره. الان انا لو علمت على المجسم تبعي وين مركز الدوران صار بعيد. طب هذا بأثر في التحريك؟ ما بيعطيش كتير تأثير. هو وين بيعطي تأثير؟ في الدوران. تعال امسك الدوران ولف. شفت وين بلف؟ الجسم بلف حوالين مركز الدوران، حوالين النقطة في النص اللي هنا اللي في النص. فلو لفيت أي جسم، الجسم تبعي على أي اتجاه، لاحظوا كيف بلف، حاجة زي هيك. طب لو بديش الكلام هذا يصير، طبعا أنا بفضل الأسهم عشان تبقى أوضح، هي النقطة في النص هي مركز الدوران. لو بدي اياه يرجع في النص، نص المكعب تبعي، بروح على هذه. هذه الاداه مكتوب عليها سنتر بايفت، هذول الاسهم بيسموهم بايفت او جزمه، بس هنا بيسموهم بايفت. سنتر بايفت يعني حط لي الاسهم هذول في منتصف الجسم تبعي. فاروح على الجسم تبعك، عص على علم على الجسم، هاي البايفت تبعي، عص لي على السنتر بايفت، اجى لي وين؟ في النص لحاله قفز من غير ما اغلب حالي. طيب ممكن اضغط حرف الدي كمان مره واجي، عشان انا بدي شغل دقيق، افتح لي اي نافذه كويسه هيك حلوه ممتازه، هي نفس الفرونت، وبدي مركز دوران يبقى هان على الحز اللي هان. فانا ممكن اسحب المركز دوران زي هيك، وممكن انزله زي هيك بالضبط تقريبا، وهي حرف الدي، اعتمدت الشغل تبعي. تعالوا شوفوا انا وين حطيت مركز دوران، حطيته هنا. انا كنت مطلع زي هيك وحطيته في النص، هاي المركز الدوران تبعي. امسك اداة الدوران واعمل دوران، تعال شوف كيف الدوران على المركز تبعه، مركز الجسم تبعي. واحيانا بيبقى جدا مفيد، جدا مفيد في الشغل تبعي. لو افترضنا انه هو باب، بدي مركز الدوران يبقى هنا انا، فراح امشي مثلا اي الاسهم وين مركز الدوران من التوب كويس، حرف الدي، وتعب الله يزيح لي اياه هنا، وهي حرف الدي كمان مرة. لو افترضت ان هذا هو باب الخزانة، تعال امسك الاسهم تبعي، تعال افتح يا باب وسكر يا باب. طبعا الباب هذا ضخم، بس لو افترضنا انه هو باب وهي الخزانة بقيتها هان ورا، انا ممكن بكل بساطة اغير مركز الدوران واصير اتحكم في المجسم تبعي بهيك شكل. فالدوران تبعي والتحكم في مركز الدوران امر جدا مهم. وين ممكن نحطه كمان؟ ممكن احطه في اي مكان بدي اياه، انا حر عند اي حز اول ما بدي، ممكن اضغط حرف الدي واعمل له زي هيك، هاي حرف الدي، او ممكن اعمل له سنتر بايفت. طيب لو انا ضغطت حرف الدي كمان مره، الان انا ضغط حرف الدي بس مش عامل ولا حاجه، بس بحرك الماوس، لاحظوا انا بحرك الماوس في اشياء بتصير حمراء. لما اجي على خط بصير احمر، لما اجي على فيس بصير احمر. الحمران هذا او الاحمرار هذا بيعطي شيء مكتوب تحتيه تحت الماوس، اللاين. اللاين يعني بده يحازي معه. ايش يعني؟ يعني لو انا هو سهل الامور، لو انا اجيت بدي احازي، بدي اسحب مركز الدوران
عندي الحز هذا زي توا، بس علم عليه واصب الماوس تلقائيا قفز عليه. اعمل حرف الدي، تعمل دوران، تعال شوف مباشرة على الحز، ريحني. اعمل حرف الدي كمان مرة، الان انا ممكن احطه وين ما بدي، ممكن احطه على الحز هذا، اضغط حرف الدي، تعال شوف هي مركز الدوران. ممكن حوالين فيس معينة، يعني اضغط حرف الدي، بديش لا حوالين خط، بديش حوالين خط، بدي حوالين الفيس. خليني اجي على الفيس اللي فوق مثلا واضغط عليه. الان صار مركز الدوران هو مركز الوجه اللي فوق، الوجه هذا كله. فلو انا ضغطت حرف الدي كمان مرة بصير النص كأنه معلق من النص او ما شابه. فآخر نقطة هي حرف الدي، ممكن على خط، وممكن على وجه، ممكن على ايدج، وممكن على فيس، وممكن على بايفت، على نقطة. لو انا اجيت على النقطة، شوف في نقطة بتعلق، في نقطة تحت الماوس هي لونها احمر، دوبها مبينة بس مبينة. عص عليها مباشرة، اجي عن على الزاوية هذه، اضغط حرف الدي، هاي مركز الدوران، كأني ماسكه من النقطة هذه. تعال شوف. تعال شوف. فانا بقدر اتحكم الجسم تبعي من مركز دوران. لو مش عايز هي كنترول زد، اعدل الجسم تبعي واجي اقول له حرف الدي مثلا، او بلاش حرف الدي، سنتر بايفت، راح يجيب لي الاسهم في النص تبعوني. هاي تراجع تراجع تراجع، هاي الشكل الاساسي اللي انا كنت عليه تقريبا. هيك احنا اتعاملنا مع مركز الدوران. طب في ايش هذا ممكن يفيدني؟ يعني في ايش ممكن يفيدني؟ هات نشوف. خلينا افترض ان انا بدي اعمل حجر، خلي هذا منظر زي حجر، حرف الاف اشوف كيف. نفترض ان هذا حجر، اقعده على الارض، خلينا اشوف كيف بدي احطه على الارض. هي هن، هي الارضيه اللي هن، هي الحجر تبعي. خلينا اعمل له دوران بهيك شكل، من هنا بهيك شكل تقريبا. قديش هنا؟ سالب 90 او 90، خلينا سالب 90، هاي الحجر تبعي. بدي اكرر الحجر هذا، كنترول زد، بدي اكرر الحجر هذا هيك حوالين بعضه، او اقول لكم بلاش حجر، خليني امسك، لانه الحجر في نقطة تانية ممكن ما تزورش معنا. خلينا امسك سلندر، هاي سلندر من النص اعمله، هاي سلندر حاسس انه هو سميك شوية صغيرة، فاذا بدك ارفع السلندر تبعي ممكن اعمل سكيل من هان واطوله، فيبين انه هو ايش ماله، حضرته رفع. او ممكن اذا انا حابب في لكل مجسم تبعي، لكل مجسم لو نزلت تحت في التشانل بوكس هنا بقول لك الهاي هو ارتفاعه قديش، ممكن اخليه مثلا 3، يبقى اسف الراديوس هنا اللي هو السمك تبعه ممكن اخليه 3 يبقى سميك، والارتفاع تبعه فانا ممكن اخليه مثلا 20 راح يطول معي، 30 راح يطول اكثر. فانا ممكن بكل بساطه اقول السمك تبعه 1 رفيع لسه 0.5، هيك كويس على افتراض لو انا حبيت مثلا اعمل قفص عصفور او اشي زي هيك. هذا حط لي اياه في مركز الدوران هان، حط لي اياه هان تقريبا هان، ويبقى مرفوع صح على الأرضية، هي الأرض تبعتي بالضبط، فيش مشاكل. الآن هاي المجسم تبعي لو جيت أعمل له دوران راح يعمل دوران حوالين نفسه، مركز دوران هيو. تعال نشوف الخزوز، الحزوز عندنا راح يبين هان قاعد بلف، عندي شيء يلف هان، بدي اياه يلف حوالين المركز تبعه، حوالين الشبكة هذه. بكل بساطة بضغط على حرف الدي وبسحب هذه لهان، وهي كمان مرة حرف الدي. الآن لو عملت دوران راح يعمل دوران وين؟ حوالين المركز تبعه، ممتاز. الآن نيجي لنقطة تانية اللي هو نقطة التكرار، كيف لو أنا بدي أكرر؟ ممكن أنا أضغط كنترول دي وأعمل دوران، وأضغط كنترول دي وأعمل دوران، وأضغط كنترول دي وأعمل دوران، وهلم جر. إيش أنا قاعد بعمل؟ تكرار، والتكرار ده قاعد بيساعدني في إن أنا إيش أكمل؟ نعمل
اطار القفص تبعي. لكن عملية مملة وفي اشكالية، ايش؟ ان المسافة اللي هان بين اللي هذا وبين اللي هان، المسافة هذه اصغر، هذا اكبر، هذا اصغر، فالامور مش ظابطة كثير. خلينا نعمل ديليت ونيجي الان معلومة جديدة، كنترول دي، وبعمل دوران تقريبا، خلينا نقول مثلا 15 درجة، اكتب هان 15 تبقى الامور دقيقة، وبعدين بعمل شيفت دي. اول مرة عملت كنترول دي بعدين شيفت دي، شيفت دي لحاله بيعمل دوران، ما اخذ في باله كل مرة راح يزيد لي 15 درجة. ايش اللي انا عملته توا من قبل؟ هاي اشوف ايش انا عملت، هاي اللي عملته، عملت الشكل هذا. ممكن احط له مثلا قاعدة هنا من النص هيك، هاي قاعدة، ويبقى كله عليه تقريبا، وهي السمك تبعها. وممكن اعمل له قاعدة من فوق ويصير كأنه هيك قفص، اظبطه واخليه قفص العصفور او ما شابه، وان كان مبين طويل شوية لكن ما فيش مشاكل، والخطوط خميلة هان. لكن احنا شفنا كيف احنا ممكن نتعامل مع مركز الدوران، كيف انا اتعامل مع مركز الدوران، فانا كيف اتحكم من انتقل من نقطة لنقطة، او اكرر الجسم تبعي اعمله تكرار حوالين نقطة معينة باستخدام الآلية هذه، باستخدام الآلية هذه. ارجع اشرح الحجر او البلاطة اللي انا جيت اعملها توا. فانا لو جيت حطيت حجر زي هيك الارتفاع حرف الاف، هاي الحجر تبعي، وين مركز دوران بدي اخليه؟ افترض ان انا بدي اخلي مركز دوران تقريبا، خلينا نعمل دوران له سالب 90، وهي حرف الدي، وهي مركز، اسف، هي حرف الدي وهي مركز الدوران. الان انا عايز اعمل له تكرار، طبعا هي هيك راح يمشي معي، فلو عملت له كنترول دي تكرار، وعملت له دوران او دوران بهيك شكل تقريبا 60، راح اكتب سالب 60، سالب 60، وجيت عملت انا هنا شيفت دي شيفت دي شيفت دي بهيك شكل. بس خلينا نتراجع، بدي اياهم يخش جوا بعض اكتر، بلاش اللي امسك هذا كنترول دي، وتقريبا انا بحاول يعني ادور على ارقام كويسة، سالب 65، سالب 6 5 تقريبا زي. الان اعمل شيفت دي شيفت دي شيفت دي شيفت دي، اتمنى الامور تبقى طيبة، تقريبا مش طيبة كتير، ضل في فتحة صغيرة هان، ممكن اعملها بيدي كنترول دي وازيحها زي هيك تقريبا. فهي صار في عندي ايش؟ كأنه في عندي شوية احجار منفع اعملهم سمك شوية صغيرة زي هيك، بنفع هدول كلهم عملهم كنترول دي وارفعهم زي هيك، واعملهم شوية دوران. الدوران مش متأكد، ايوه الامور فيش مشاكل هيك شكل، اجي على هدول كلهم واعملهم كنترول دي واسحبهم زي هيك. طبعا انا هسلي اشوف اللي هنا بين انه خاطشين ولا تقريبا زي هيك، اعلم على هدول كلهم كنترول دي وعملت زي هيك، فعملت كأنه في عندي بير او ما شابه، حجار لبير او ما شابه هيك شكل. وممكن احط لهم ارضية، اعمل لي سلندر هان وفي نص الشكل تبعي، تقريبا هاي الارتفاع تبعها، خليني بس اجي اظبطها شوية تقريبا، هسه في عندي زي هيك، ممكن ننزلها شوية لتحت، هاي اللي واطلع حال مثلا خشبتين، خلينا على السريع مثلا بنفع احط هنا خشبة، هاي الارتفاع تبعها تحطها بس في النص هنا، صح، هاي الارتفاع تبعها بدي اياها اعلى انا للامانة،
حاجة زي هيك، ونفس الاشي كنترول دي على الشقة التانية هان. فايو بده يصير لا يا ريت لو عملت له هانا مثلا كمان خشبة، هذول التنتين هذول الخشبتين عملهم كنترول دي وعملهم دوران. دوران قديش؟ 90 درجة. هاي ارفعهم لفوق، وهنا طبعا ممكن يبقى في كتير خشب هنا، لكن خليني اجي هنا خشبة واعمل لي خشبة هنا تقريبا. انا عايزها تكون زي هيك، وهي الارتفاع تبعها. وين الخشب اللي عملنا؟ هاي وبابليز، هاي المكان هيك بطلع المشهد تبعي. بدي اياها تبقى ارفع شوية، اطول شوية يمكن، وبدي اعملها دوران. فانا ممكن بكل بساطة اجي على زاوية علت لاشوف الشكل تبعي، من هان ممتازة، واعملها دوران للشكل تبعي. خليتها خابطة في الحز اللي هان. الان هاي عملت بدي اياها تبقى كأنه يعني مظلة لبير او اشي زي هيك. شايف الدوران كأنه كتير هنا، اقل دوران شوية صغيرة واخده زي هيك. الان هذه نفس القطعة هذه اللي انا شفتها هنا، بينفع اعملها كنترول دي واديها على الشقة التانية. شفنا تو كيف لو بدي اعمل اسكيل على الزد، لو جيت على الزد زي هيك خليها زي ما هي على الزد، ايا يكن القيمة انا احط لها جنبها سالب. طيب ما ماشيش الحال. طيب خلينا نعملها دوران، معناته زد ثواني بس، انا واحد برضو ما مشي الحال، انا سالب واحد. طيب لعله خير، عد بشوف شو قصتها. خلينا نعملها دوران. هيك شكل. هذه قديش كنت اعملها دوران؟ نفس القيمة بس بالسالب، فراح اعملها نفس القيمة هيها انا عندي بس بالسالب، وراح احطها مع بعض تقريبا. فانا صرت عامل كأنه في عندي منظر بير او ما شابه. طبعا بده شوية شغل، لكن صار في عندي منظر بير. خليني اجي هان احط سلندر صغير هنا، هاي السلندر تبعي بتهيألي بده يبقى أصغر شوية صغيرة، بده يبقى أطول، أزيحه من هان هيك. طبعا هذا بده ينزل عليه كمان سلندر تاني، فأنا ممكن بكل بساطة أمسك هذا السلندر كنترول دي هو ذات نفسه، أكبر شوية صغيرة وأرفعه من هان، أكبر زي هيك وأرفع بحيث إنه يبين هذا كأنه هو البكرة. كنترول دي كنترول دي حاجة زي هيك كأنه في بكرة بدها تلف أو ما شابه يعني. يعني ممكن نكمل الشكل تبعنا على إنه شكل بير. شفنا كيف إحنا ممكن نتعامل مع مراكز الدوران، وشفنا كيف ممكن نعمل شكل بسيط. خلينا نقف الحديث الآن والحديث هنا، وإن شاء الله في اللقاءات الجاية بنكمل. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.